فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لبس البشت الذي صنعت أزاريره أو أطرافه من الفضة والذهب؟ إذا كان هذا شيء يسير، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم، يعني الطراز، رخص في العلم من الحرير، وهو الطراز الذي يكون على الأكمام أو على الجيب، إذا كان بمقدار 3 أصابع أو 4 أصابع فأقل رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الزري اللي هو ماء الذهب، ماء الذهب يجوز هذا ما دام امتياز الحرير، هذا مثله، وأيضا ما يتحصل منه شيء، لو أخذ ما يتحصل منه ذهب، وإنما هو ماء الذهب أو لمعة الذهب فقط. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.